بسم الله الرحمن الرحيم. حنتكلم في فيديو النهاردة إن شاء الله عن الحلقة الثانية من مسلسل كيد النساء الجزء الثالث. قلنا في الحلقة اللي فاتت بأنه فؤاد زعتر بعد ما عرف اللعبة اللي عملتها في صافية، وهي بأنه بعتت لي كاميليا علشان توقعه وتاخد كل فلوسه، وبالفعل زي ما عرفنا بأنه صافية نجحت بأنها تعمل كده، وبالفعل أخذت فلوس فؤاد زعتر وخلته على الحديدة زي ما بيقولوا، ورجع يا مولاي كما خلقتني. ما بقاش معاه فلوس لأنه كاميليا أخذت منه كل الفلوس اللي معاه. وبعد كده فؤاد زعتر حب ينتقم من صافية، فراح زار كيداهم في السجن، وهناك قال ليها بأنه اللي قتل حنف البرنس هو تبقى صافية، وهي اللي أجرته أو ساعدته إنها يعمل إنه يعمل كده. يعني قالها صافية أجرت واحد علشان تقتل حنف البرنس، وأنا كنت عارف ده كله فحبيت أقولك. فطبعا كيداهم صدقت كلام فؤاد زعتر، وعرفت أو شكت إنه كلام فؤاد زعتر 100% صح. فطبعا مكرت على صافية جدا، وكان مناها وحلم حياتها بأنها تطلع من السجن النهاردة قبل بكرة علشان تنتقم من صافية. أما بالنسبة لحليمه ومراته ابتسام وحنان بنت خالد ابتسام، طبعا زي ما عرفنا في الجزء الثاني بأنه حليمه اتجوز حنان من ورا ابتسام، وفي الآخر اكتشفت ابتسام بأنه هو متجوز عليها حنان. فطبعا عاشوا الاثنين في شقة واحدة، فلما عاشوا الاثنين في شقة واحدة طبعا حصلت كل يوم مشاكل ما بينهم، وكانوا بيكرهوا بعض وتحولوا من قرايب إلى أعداء. فطبعا الاثنين كانوا بيدبروا البعض مكائد، وكل يوم كانت خناقة شكل ولون، ولكن ابتسام كانت نفسها تخلص من ابتسام بأي شكل. فراحت في يوم من الأيام ابتسام أجرت واحد سواق عربية نقل كبيرة جدا علشان يخبط بيها عربية حنان في الطريق. وبالفعل في يوم من الأيام في منتصف الليل حنان كانت راكبة العربية لوحدها، فابتسام بعتت واحد صاحب عربية نقل كبيرة جدا علشان يخبطها وتعمل حادث. وبالفعل اللي بعته ابتسام علشان يخبط حنان بالعربية نجح بأنه يعمل كده، وللأسف الشديد حنان عملت حادث بالعربية، وكانت نتيجة الحادث ده هي وفاة حنان. فطبعا حليم اتصدم جدا وزعل على وفاة حنان لأنه كان بيحبها جدا. فطبعا في المحضر قالوا بأنه العربية دي اللي خبطتها قضاء وقدر، فطبعا صدق حليمه وما شكش خالص بأنه ابتسام هي اللي ممكن قتلتها، ما جاش في باله خالص. ولكن سبحان الله تمر الأيام وصاحب عربية النقل اللي خبط حنان اللي هو أصلا مأجراء ابتسام، في يوم من الأيام ابنه الصغير في عربية خبطه ومات. فطبعا لما حصل ده حس بالذنب، فراح طبعا حب يتوب لربنا. فأول حاجة عملها في طريق التوبة لربنا راح المحكمة أو النيابة، وهناك اعترف بكل حاجة هو عملها، وقال بأنه ابتسام هي اللي أجرته. فطبعا بعد كده النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار ابتسام فورا. وبعد ما تم القبض على ابتسام
من احد رجال الشرطة. طبعا لما وصل الخبر لحليمه وعرف بانه ابتسام هي اللي قتلت حنان، طبعا الخبر ده عصب حليمه جدا وخلاه يغضب اشد الغضب، لدرجة انه في نفس الوقت راح للسجن الابتسام، وهناك حليمه توعد ابتسام بالقتل وقالها لازم في يوم من الايام حتموتي على يدي ابتسام، لانه انا مش حسيب حق حنان ابدا. فطبعا فضل يقول لها كلام كثير جدا بغضب وعصبية، وكمان ابتسام بسبب الكلام اللي كان بيقوله ليها حليمه كرهت وسم. فبعد كده المحكمة الجنائية بسبب التهمة اللي ارتكبتها ابتسام بنت كيداهم، المحكمة الجنائية حولت أوراقها إلى فضيلة المفتي، يعني أخذت حكم بالإعدام. فطبعا الخبر ده لما وصل لكيداهم زعلت جدا، لدرجة إنها راحت في غيبوبة أول ما سمعت اللي حصل لابتسام ده. وكيداهم عاشت أيام كثيرة جدا حزينة على موت وفراق بنتها ابتسام، لأنها كانت بتحب ابتسام يمكن أكتر واحدة في أخواتها كلها. فطبعا تمر الأيام بكيداهم في السجن، وبعد مرور 10 سنوات كيداهم عبد القوي طلعت من السجن، وكمان اللي طلع معاها وقضى مدته وهو المحامي أحمد عبد المقصود. فلما طلعوا طبعا أول حاجة فكروا يعملوها هي الانتقام من صافية اللي عملت ده كله فيهم، وكانت السبب في دخولهم السجن. فكيداهم أول ما طلعت من السجن أمرت رجالتها بإنهم يخبوا كمية هيروين كبيرة جدا ببيت صافية، بحيث الحكومة تاجي وتقبض عليها هي ومتلبسة في قضية الهيروين دي. وبالفعل رجالة كيداهم نجحوا بإنهم يخبوا ببيت صافية كمية الهيروين الرهيبة والكبيرة دي. وبالفعل بعدها بحاجات بسيطة بلغوا البوليس، فبعد كده الشرطة والبوليس قبضوا على صافية هي متلبسة، أو لحظة لما وجدوا كمية الهيروين في بيتها. فطبعا اصطدمت صافية وقالت بأنها ما تعرفش أي حاجة عن كمية الهيروين دي، ولكن للأسف رجال الشرطة أخذوا صافية وبعد كده حولوها إلى النيابة. فالنيابة طبعا صافية لما قالت مش بتاعي الهيروين ده، فطبعا ما فيش أي دليل معاها، وكل الأدلة كانت ضد صافية. فبعد كده النيابة العامة حولت صافية إلى محكمة الجنايات. وطبعا فؤاد زعتر كان في ظهر المعلمة كيداهم، وهو كان الراجل بتاعها، وكل التكتيك والتخطيط اللي حصل لصافية كان على يد فؤاد زعتر. ففؤاد زعتر هو اللي دبر وخلى وأمر الرجالة ودخل معاهم بيت صافية، ونجح بإنهم يخبوا الهروين في بيت صافية. فطبعا كل ده كان تحت إدارة وتخطيط فؤاد زعتر وهو وكيداهم. أما المحامي أحمد عبد المقصود، فطبعا علشان المحامي عرف هو السبب بإنه خلى القضية بإنه هو اللي نخور وراهم وخلاهم يدخلوا السجن، فطبعا حب ينتقم منه ويشربوا من نفس الكاس. فراح المحامي أحمد عبد المقصود خبى كمية ممنوعات في بيت المحامي عرفة، فبعد كده بلغ الشرطة على كمية المخدرات أو الممنوعات اللي بيته. وبالفعل تم القبض على المحامي عرفة هو ومتلبس في كمية ممنوعات في بيته. فطبعا فرح جدا المحامي أحمد عبد المقصود بسبب بأنه رد نفس القلم اللي عملوا فيه
المحامي عرفة، فبعد كده كيداهم ما استكفتش بدخول صافية السجن، لأ وكمان قتلت ابن صافية اللي كانت جايباه من حنفي. فطبعا كيداهم أمرت فؤاد زعتر بأنه يقتل ابن صافية اللي كانت جايباه من حنفي، وبالفعل فؤاد زعتر نجح بأنه يقتل ابن صافية اللي جايباه من حنفي. فطبعا لما وصل الخبر لصافية زعلت وكانت ناقصة تتجنن، وكانت نفسها تكسر سور السجن بيدها علشان تخرج منه وتنتقم من كيداهم وفؤاد زعتر اللي قتلوه. فطبعا جات كيداهم جات زيارة لصافية في السجن علشان تشمت فيها، وطبعا كانت بتضحك وبقولها بأنه أنا كده حقي رجع، قدرت أدخليك تدخل السجن زي ما دخلتيني، وكمان حركت قلبك على ولدك زي ما حركت قلبي على جوز اللي قتلتيه. فطبعا صافية قالت بأنه أنا ما قتلت جوزك، لأن أنت لو بتفكري وبتعقلي فعلا حتلاقي أنه أنا ملياش أي مصلحة بأنه أقتل حنفي. اللي قتل حنفي فعلا وهو يبقى فؤاد زعتر. فطبعا صافية قدرت تقنع كيداهم بأنه اللي قتل حنفي البرنس جوزها هو يبقى فؤاد زعتر، لأن قالت ليها حنفي البرنس كان عايز يقتل حنفي في زمان، قصدي حنفي البرنس كان عايز يقتل فؤاد، فلما فؤاد رجع وربنا نجاه من المكيدة اللي كان عملها لي حنفي حب ينتقم منه يقتله عشان يرتاح منه. فطبعا كيداهم اقتنعت بكلام صافية فراحت قتلت فؤاد زعتر زي ما قتل جوزها حنفي. فبعد كده رجال الشرطة قبضوا على كيداهم بسبب قتلها لفؤاد زعتر وكل الجرائم اللي ارتكبتها، وبعد كده اخذت حكم مشدد، وكمان رجعت للسجن تاني، ولكن في السجن تحدث مفاجأة غير متوقعة، وهي ان كيداهم قابلت صافية في نفس العنبر. فطبعا اول ما تقابلوا حصلت خناقة كبيرة جدا ما بينهم، وصافية قالت سبحان الله، وصافية قالت يا حسن الصدف اللي هي تخليني اقابلك تاني في السجن. فطبعا بعد كده حصلت خناقة كبيرة جدا ما بين كيداهم وما بين صافية، وحصل صراع كبير جدا ما بينهم في السجن. ومن هنا تكون نهاية الجزء الثالث من كيد النساء، بطولة الفنانة الكبيرة فيفي عبده والفنانة سمية الخشاب. أتمنى بأن المسلسل يكون نال إعجابكم أعزائي المشاهدين، وبأن تكونوا قد استمتعتم بأحداث الجزء الثالث. يا ريت يا جماعة لنفسه في أي جزء تاني سواء من فيلم أو مسلسل يعرفني ده في التعليقات، وأنا أحاول بقدر الإمكان أو بقدر السرعة أعمل ليه الجزء اللي هو نفسه سواء كان من فيلم أو مسلسل. مسلسل كيد النساء الجزء الثالث، تأليف وإخراج أحمد سعودي. عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة، وعم اللايك لتدعيمنا، ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.